يا جماعه ازيكم عاملين ايه؟ قلت لكم في فيديو جديد، الفيديو ده للشباب فقط. عشان بنت تخش على الفيديو ده. الفكره يا جماعه عادي، هو الفيديو ولا للشباب ولا حاجه، هو عادي جدا. الكلام في الفيديو موجه للشباب عامه يعني، بس عادي لو بنات شافته مفيش مشكله يعني. والمهم فيديو النهارده عن شنطه الجامعه. تاخدي معاك في شنطه الجامعه؟ ناس كتير تقول لي طب احنا كشباب احنا بناخد القلم في جيبنا، كشكول ولا ورقه في ايدينا، ولا بنستلف ورقه من الجامعه. دي حاجه مش كويسه على فكره. انت لازم تروح بشنطه الجامعه، شنطة معاك في الجامعة فيها حاجاتك كلها اللي انت ممكن تحتاجها. بسيطة او مش حاجات كتير اللي احنا هنقول عليها دلوقتي او دي الاساسيات، بس لازم يكون معاك شنطة الجامعة يعني لازم. لو انت مش مهتم بالفيديو فممكن ما تتفرجش عادي، انا بتكلم الناس المهتمة بالموضوع. انا عن نفسي في حاجات اساسية لازم باخدها معايا وانا رايح الجامعة في شنطة الجامعة. مبدئيا لازم الشنطة نفسها ما تكونش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. لازم تكون شنطة، تكون شنطة مناسبة او وسط. نفس الوقت يكون شكل الشنطة عاجبك ولايق عليك او انت حابب شكلها، عشان ما تبقاش لابسها وحاسس انت متقدر ومش عاجبك وكده. اهم حاجة يكون الشنطة شكلها عاجبك. دي شنطة بتاعتي اصلا، ما كانش فيها الشغل ده، انا اللي عامله بايديا، تمام؟ ما انت شايفين. فانا بحب الشنطة دي وبرتاح فيها، هي مش كبيرة خالص قوي يعني ولا صغيرة قوي. دي بقى لأول حاجة لازم تكون جوه الشنطة بتاعتك. بص يا صديقي، موضوع بقى ورقه من زميلك او رايح ورقه في جيبك مطبقها طالعه من بق كلب والكلام ده مش هينفع. لازم يكون معاك كشكول على الاقل، كشكول واحد مش كبير قوي، حتى 100 ورقه مثلا لكل المواد مثلا، تسجل بس صوره الدكاتره، تمام؟ كشكول. ويستحسن انت يعني يستحسن ان انت تجيب كشكول نظيف، يعني ده كشكول كويس خامه ورقه كويسه كمان، فيستحسن انت تجيب كشكول نظيف هينفعك انت، ده لمصلحتك انت. مش هينفع كشكول لوحده بقى يا معلم مكتبه بقى، وتجيب لك كده ايه 4 5 6 اقلام كده. انا بهزر يا جماعه، ممكن قلم او قلمين بس عادي، بس انا واحد من الناس بحب اجيب قلم الوان، تمام؟ بحيث ان انا لما اجي اكتب كده يبقى واجي اذاكر بعد كده يبقى الموضوع لذيذ يعني، وحاسس ان نفسي مفتوح على المذاكره وكده. اقلام طبعا لازم تكون معاك في الشنطه. الحاجه الثالثه وهي لازم يكون معاك مناديل او وايبس. دي حاجة لنظافتك الشخصية على فكرة، مش إجباري، بس دي حاجة لنظافتك الشخصية، عشان العرق، عشان لو إيدك اتوسخت ولا حاجة تمسح بوايبس كده. حاجة برضو كويسة من الأساسيات لازم تكون معاك في الشنطة. طبعا بمناسبة العرق، فأنت يومك كله إرهاق وشمس وحر وعرق، أيا كان في صيف أو شتاء، فأنت عرق بقى وحر وكده. طبيعي مش كلنا هنعرف ناخد معانا في الشنطة مثلا بإزازة البرفيوم بتاعتنا، إنما أكتريتها بتبقى إزاز فممكن تتكسر. فأنصحك بلولوا، الكيس تقريبا بربع جنيه أو نص جنيه، بيتباع في كل حته. ممكن تجيب دوت، انا واحد من الناس بمشي ده واحطه في شنطه الجامعه، موفر جدا ومتاح يعني، معاك في الشنطه على طول في اي وقت. هتروح فاتح الكيس قطعه وروح حاطه ورشه كده، صباح الفل، ريحتك اكنك لسه رش حالا. دي برضو اختيار جميل لازم يكون معاك في شنطه الجامعه. اللي بعديها وهي الهاند فري او الايربودز بتاعتك. دايما الهاند فري او الايربودز مش يعني انت بقى تحطهم في ودانك في المحاضره وتقعد ومش سامع الدكتور وتسمع اغاني والكلام ده، لا، تسليك في الطريق، تسليك ما بين المحاضره والمحاضره، لو انت قاعد لوحدك مثلا عايز تسمع اغاني ولا حاجه هتسليك بقى في الطريق وانت رايح او انت راجع من الجامعه او كده، لكن جوه المحاضره ما تستخدمهاش. ايه بتبقى معايا برده في شنطه الجامعه. طبعا ما ممكن حاجه زياده يعني في شنطه الجامعه برده مفاتيحك، يعني حاجه عاديه انت ممكن تحطها في جيبك او مفاتيح، انا واحد من الناس بحطها في الشنطه يعني. اخر حاجه بقى انصحكم بيها، بلاش تحطوا محفظتكم في الشنطه، يعني دي نصيحه مني، لان لا قدر الله ممكن ما تلاقيهاش يعني، فخليها في جيبك اضمن، خلي محفظتك في جيبك. لو انت شخص ما بتحبش اكل بره وكده فممكن تاخد سندوتشات من البيت معاك، تبقى اساسيه معاك في شنطه الجامعه. حاجات بسيطه وسهله وهتفيدك جدا في يومك في الجامعه، هيبقى يومك لذيذ جدا. اعمل لكم فيديو عن لبس الجامعه اللي المفروض تلبسه، او الحاجات المفروض تكون متاحه عندك عامه كشاب ممكن تتلبس للجامعه، اذا كان في الصيف او في الشتاء. بس كده يا جدعان، استنوا الفيديوهات الجايه كتير. لو انت اول مره تشوفني انزل اعمل لي سبسكرايب دلوقتي حالا، واعمل لي لايك وكومنت. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، الانستجرام بتاعي هتلاقيه في الديسكربشن بوكس تحت، وهيبقى ظاهر لك هنا او هنا تقريبا، مش فاكر، بس هو هيظهر لك يعني هنا في الفيديو. واستنوا مني الفيديو الجاي، والسلام.